أخيراً توصلت الطاولة السداسية للمعارضة التركية إلى الاتفاق بشأن مرشحها للانتخابات المقبلة لمواجهة الرئيس رجب طيب أردوغان بعد فترة من الخلافات والتصدعات بشأن اعتماد اسم النهائي لخوض الانتخابات. انسحاب زعيمة الحزب الجيد ميرال أكشنار من الائتلاف المعارض ثم عودتها خلط الأوراق وأعاد ترتيب الطاولة السداسية، إذ جرى التوصل إلى ترشيح كمال كليجدار أوغلو وتعيين نواب للرئيس في حالة الفوز في الانتخابات. يتضمن الاتفاق اختيار نواب للرئيس من قادة الأحزاب المكونة للطاولة السداسية مع دور أساسي لرئيس بلديتي إسطنبول وأنقرة في حال فوز كليجدار أوغلو بالرئاسة. ومع ذلك يبقى لكل حزب حاضنته الشعبية الصلبة التي ستصوت له بمعزل عن الظروف المحيطة بالانتخابات. فحزب الشعب الجمهوري ما زال يحتفظ بقاعدته من القوميين العلمانيين الأتاتركيين بالرغم من تراجع شعبيته في العقدين الماضيين، كما أن أغلب أبناء الطائفة العلوية التركية يشكلون كتلة متماسكة في التصويت لهذا الحزب. من الأحزاب التي تمتلك قاعدة واضحة هي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الذي يترأسه مدحت سنجار مناصفة مع بيرفين بولدان. هذا الحزب من أشد المعارضين لحزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان، ومع مواقف ميرال أكشنار ذات الخلفية القومية فإن هذا الأمر قد يكون حاسماً في تحديد أصوات الأكراد المتوزعين في جنوب وجنوب شرق تركيا حيث تتركز القاعدة الرئيسة لحزب الشعوب. يبقى حزب العدالة والتنمية من أكثر الأحزاب تماسكاً حتى الآن بقاعدته المبنية على طيف عابر للتوجهات من إسلاميين وقوميين محافظين، وهو بهذا المعنى سيبقى من أقرب حلفاء الحركة القومية التركية التي يتزعمها دولة باشن. في التقرير التالي نقرأ هذه الخريطة وسبب انقسام المعارضة وأثر ذلك على فرص الرئيس أردوغان في حظوظه بالانتخابات المقبلة. سارعت المعارضة التركية إلى توحيد صفوفها لتعلن عن اسم منافس الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في منتصف مايو أيار المقبل. وفتحت عودة زعيمة حزب الجيد ميرال أكشنار إلى الطاولة السداسية بعد خروجها باب التوافق على زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو منافساً لأردوغان. عودة حزب الجيد إلى الطاولة وتوحيد المعارضة في جبهة واحدة سيعيد الزخم إلى المعارضة بحسب متابعين للشأن التركي، لا سيما وأن الاتفاق تضمن تعيين نواب للرئيس من قادة أحزاب الطاولة السداسية مع دور أساسي لرئيسي بلديتي أنقرة واسطنبول منصور يواش وأكرم إمام أوغلو، وذلك كله في حال فوز كمال كليجدار أوغلو بالرئاسة. لطالما جادلت ميرال أكشنار في قدرة كليجدار أوغلو على كسب المواجهة مع الرئيس أردوغان بالرغم من تحقيق حزبه لنتائج جيدة في الانتخابات الماضية على مستوى البلديات والمحليات، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم أردوغان على غيره من المنافسين لا سيما بعد أداء حكومته في مواجهة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد. ومع ذلك هناك اعتقاد سائد في الأوساط التركية أن السياسات غير التقليدية خاصة في الجانب الاقتصادي أدخلت البلاد في أزمات عديدة، مما يزيد الغموض بشأن نتائج الانتخابات المقبلة وقدرة حزب العدالة والتنمية على الحفاظ على كافة مكتسباته. ومع تبعثر الخريطة السياسية وتشظي الولاءات خارج الأحزاب، باتت السيناريوهات غير واضحة دون جواب بشأن المرشح للفوز بالانتخابات، إذ تتأرجح الكتلة الكردية بين محجم عن الانتخاب وبين داعم لمرشح المعارضة، إلا أن التعديلات الأخيرة المتعلقة بالاتفاق على نواب الرئيس بين أطياف المعارضة قد تجعلها تميل إلى كمال كليجدار أوغلو. قد لا تعبر استطلاعات الرأي عن حسم توجهات الشارع التركي لهذا المرشح أو ذاك، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان يجد نفسه هذه المرة أمام تحد حقيقي في الحفاظ على مكتسبات حزبه خلال العقدين الأخيرين. فالرأي السائد في تركيا أن الانتخابات القادمة ستشهد تنافساً شديداً، خصوصاً وأن الانتخابات العامة ستشمل البرلمان والبلديات بالإضافة إلى الرئاسة، فحتى لو فاز أردوغان في الانتخابات الرئاسية
سيكون حزب العدالة والتنمية على موعد مع تحدي حصد أصوات الناخبين في البرلمان، فإن خسر مقاعد إضافية في البرلمان أو البلديات فإن ذلك سيصعب من فترة ولايته الجديدة. تعد هذه الانتخابات مصيرية في تاريخ تركيا، ففوز الرئيس رجب طيب أردوغان سيكون بمثابة ترسيخ للنظام الرئاسي الذي أرساه عام 2017. وفي حال فوز المعارضة فإنها ستسعى للعودة إلى النظام البرلماني الذي حكم تركيا منذ ولادتها، مع ما يعنيه ذلك العودة إلى صيغ الحكومات الائتلافية القلقة وتبدل التحالفات بشكل مستمر. لا يختلف أحد أن فترة الرئيس رجب طيب أردوغان شكلت علامة فارقة في تاريخ تركيا، لكن بعض خصومه يتهمونه بالجنوح نحو التفرد بالحكم. وقد واجه الرجل في العقد الأخير تحديات صعبة خرج منها منتصراً، محولاً كل أزمة إلى فرصة بحسب مؤيديه. ولعل الشاهد الأخير على ذلك معالجة حكومته لأزمة الزلزال التي ضربت بلاده، رغم بعض الانتقادات والتي قد تعزز من حظوظه في الفوز بولاية جديدة. معنا من بيروت الكاتب الصحفي التركي إسلام أوزكان. سيد أوزكان، بعدما أعلن قبل أيام في تركيا، هل يمكن القول إن المعارضة التركية ممثلة بالطاولة السداسية تقف موحدة اليوم خلف كمال كليجدار أغلو؟ بشكل أقوى بكثير، يعني حاليا هناك توحد بعد هذا الزلزال الذي هز الطاولة السداسية والأحزاب المعارضة، والذي أدى إلى قلق ومخافف كبير جدا في صفوف المعارضة التركية. حاليا على ما يبدو أنه تم حلحلة هذه المشكلة، وسيد كمال كليشتروغلو خرج من هذه الأزمة أقوى بكثير، ويعني هناك استهلاك كبير جدا بالنسبة لي أو تآكل لشعبية مارال أكشنر بشكل كبير جدا، لأنها يعني الاعتراضات التي أو الانتقادات التي وجهت من قبل مارال أكشنر أمام الرأي العام التركي تم انتقادها بشكل كبير جدا واعتبر كعيب يعني على مارال أكشنر، لذلك تآكلت شعبيته بشكل كبير. وحاليا المعارضة خلف سيد كمال كليشتروغلو أقوى، يعني حاليا تقف بشكل أقوى بكثير، وأيضا شعبية سيد كمال كليشتروغلو ارتفعت إلى يعني إلى القمة، لذلك حاليا. وأيضا هناك شيء آخر، نقطة أخرى مهمة جدا، أن حزب الشعوب الديمقراطية الكردية حاليا سوف تقف وراء. سأصل معك إلى هذا الموضوع بعد قليل سيد أوزكان. نعم، أصوات كثير، وسوف أصوات مؤيدي حزب الشعوب الديمقراطية مهمة جدا وقد تشكل بيضة القبان كما يرى متابعونا للشأن التركي، سنصل إلى ذلك بعد قليل. لكن سؤالي الآن، هل كان أو برأيك هل كان قادة أحزاب الطاولة السداسية مقتنعين أن السيد كمال كليشدار أغلو قادر فعلا على هزيمة الرئيس أردوغان ولذلك دعموا؟ من المؤكد، يعني في أنحاء العالم لا يمكن بالنسبة لأي معارضة أن تقف أو أن تؤيد مرشحا يعني لا يعني لن يفوز في الانتخابات أو سوف يخسر في الانتخابات. نعم صحيح أن كان هناك ربما في استطلاعات الرأي العام هناك مرشحين لديهم ربما حظ أكثر في استطلاعات الرأي العام، ولكن هذا لا يعني أنهم سيفوز حتما، لأن في هذه الاستطلاعات الرأي العام هناك سيناريوهات مختلفة تماما، يعني هناك ضبابية في المجال السياسي في الساحة السياسية في تركيا، لذلك هذه الاستطلاعات الرأي العام قد تتغير أو قد تشير إلى أشياء أخرى، ولكن يعني انطلاقا من هذه الاستطلاعات الرأي العام لا نستطيع أن نقول أن المرشحين المحتملين الآخرين مثل سيد أكرم إماموغلو أو سيد منصور يواش سوف يفوزان حتما في الانتخابات، لأن وتيرة انتخابية مختلف تماما عما قبلها، يعني المرشح القوي يستطيع مواجهة أردوغان،
يستطيع أن تخوض في المعركة الانتخابية، يستطيع أن يقنع الرأي العام التركي. يعني هذا المرشح يعني في معظم الحالات كمان كيليشدار أغلو قادر على فعل ذلك. سيد يعني أوزكان الرجل كما تعرف هو ذو خلفية أقلوية في تركيا. هل هذا مع ذلك سيصوت له الأكراد برأيك؟ هناك انقسام في تركيا بين علمانيين وإسلاميين، هناك كما لاحظنا انقسام في صفوف المعارضة من قبل القوميين الأتراك. كل هذه الاعتبارات موجودة، ومع ذلك ترى أن كيليشدار أغلو قادر على هزيمة الرئيس أردوغان؟ النقطة الأولى، يعني المجتمع التركي يعني مجتمع متسامح، ومعظم الناس في الرأي العام التركي أو في شرائح المجتمع التركي هم يعني ليسوا علمانيين كمفهوم يعني اصطلاحي، ولكن هم متسامحين. لذلك واحد سني يستطيع أن ينتخب أو يستطيع أن يصوت لشخص علوي. وأيضا الموضوع يعني عندنا العلويون، المجتمع العلوي والسني يعني يعيشان منذ سنين، يعني منذ فترة طويلة جدا لديهم تعايش سلمي. يعني قد حصلت بعض الإشكالات وبعض الأزمات في بعض الأحيان، ولكن بشكل عام نحن نقدر نقول أن هناك تعايش سلمي بين الطرفين. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية، علينا أن لا ننسى هناك ثلاثة أحزاب ذو الجذور الإسلامية، حزب السعادة الإسلامية، وحزب المستقبل لأحمد داوتوغلو، وحزب الدواء يعني لعلي باباجان. ثلاثة كل منهما حاليا يؤيدان سيد كمال كليشتروغلو بمعزل عن هويته المذهبية أو الطائفية، وهذه النقطة مهمة جدا. يعني علينا أن لا ننسى هناك ثلاثة أحزاب إسلامية تؤيد سيد كمال كليشتروغلو. نعم. والنقطة الثالثة، سيد كمال كليشتروغلو منذ أن يتولى رئاسة حزب الشعب الجمهوري لم يقدم إلى يعني إلى المشهد هويته. نعم. ولم يتحدث عن هويته بهذا الشكل. تمام. ودائما هو تحدث بشكل متسامح، ويعني تطرق إلى مشاكل والأزمات التي تمر بها تركيا ومعاناة الشعب التركي. لذلك نعم. الهوية ليست في المشهد. تمام. بخصوص البرنامج أو الوثيقة التي أعلنتها الطاولة السداسية، أن كمال كليشدار أوغلو إن فاز سيختار نواب أو خمسة نواب للرئيس من بقية أحزاب الطاولة، وهناك مرحلة انتقالية مدتها عامان يتم فيها تغيير النظام، العودة إلى ما يوصف أو إقامة نظام برلماني معزز، ثم اختيار رئيسي بلدية أنقرة واسطنبول لمساعدين للرئيس في مهام محددة. ألا يبدو الموضوع واسع جدا وغير واضح بصراحة؟ واضح، ولكن المشكلة فيها ضبابية قانونية. يعني مثلا هل هناك أي مشكلة أو أي عرقلة بالنسبة فيما يتعلق بموضوع ترشح رئيسين بلديين لإسطنبول وأنقرة كنائب رئاسة الجمهورية التركية أو كنائبين لكمال كليشتروغلو؟ يعني أظن هذا الموضوع لم يتم تدقيقه أو فحصه حتى الآن من ناحية قانونية. هذه النقطة الأولى. ولكن النقطة الثانية، يعني هذا توافق تم إقناع مارا الأكشنر. يعني لو كان هناك طرق أخرى أكيد من المؤكد أن أطراف في الطاولة السداسية لقد عرضت ذلك أو طرحت في الطاولة السداسية. لذلك يعني ليس الموضوع واضحا، ولكن هل سيكون هناك مشاكل فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ مثلا من مستشاري أردوغان سيد مهمت أوتشوم اعترض على هذا الطرح وقال هذا مستحيل قانونيا، أشبه بمجلس رئاسي أيضا. سيد أوزكان والسلطة القضائية هي التي سوف تتخذ. نعم. مما أعلنته وثيقة الطاولة السداسية أيضا أن الرئيس المنتخب أو الفاز إذا فاز كمال كليشدار أوغلو سيعود في القرارات الرئيسية إلى قادة الأحزاب. هل نتحدث هنا عن مجلس رئاسي سيحكم تركيا مثلا؟
ليس مجلس رئاسي، ولكن يعني سوف يشتغل أو يعمل هذه اللجنة كربما مجلس الوزراء. يعني هناك طبعا مشاكل كبيرة جدا حتى الآن. يعني نحن نعرف كما هو معروف أن هناك مشاكل كبيرة جدا في داخل النظام الرئاسي. يعني حاليا المشكلة السياسية للحكومة التركية ما بين النظام البرلماني وما بين النظام الرئاسي. رغم الانتقال إلى النظام الرئاسي ما زالت هناك قوانين تم انتقالها أو تم نقلها إلى النظام الرئاسي ودمجها إلى النظام الرئاسي. لذلك هناك ضبابية كبيرة جدا، وهناك أزمات التي نحن عشناها في هذه الفترة بعد انتقال إلى النظام الرئاسي. لذلك هذه الأمور لا يتعلق فقط بهذه الفترة الانتخابية أيضا، أو هذه المشكلة لا تتعلق فقط بسيد كمال كليشترول أو طرحها فيما يتعلق بهذا الموضوع، أيضا هذه المشاكل كانت موجودة أصلا. طيب سيد أوزكان، هل يمكن لزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليشدار أوغلو أن يفوز بالرئاسة من دون دعم واضح من قبل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي؟ يعني في بعض الاستطلاعات الرأي العام هناك يعني تجاوز يعني الطاولة السداسية أمام حزب العدالة والتنمية وسيد كليشتروغلو أمام أردوغان بدون تأييد من قبل حزب الشعوب الديمقراطية الكردية. ولكن هذا الفرق ضئيل وبسيط جدا، وممكن تعويضه من قبل أردوغان بشكل أو بآخر. لذلك أصوات حزب الشعوب الديمقراطية استراتيجية جدا بالنسبة للمعارضة وبالنسبة للطاولة السداسية. ولكن هناك مشكلة أساسية أن مرال أكشنر هي تعترض دائما على وجود الطاولة السداسية. أنا شخصيا يعني تكلمت مع سيد كليشتروغلو وهو قال لي أنه كان من المطروح وجود حزب الشعوب الديمقراطية كجزء من الطاولة السداسية في البداية، ولكن سيد مرال أكشنر هي التي اعترضت على ذلك. وهذه المشكلة وربما سيد أوزكان مواقفها ستبقى وستظل يعني سيد كليشدار أوغلو حتى ما بعد الانتخابات. طيب هناك قناعة هناك الآن مشكلة كليشدار أوغلو إذا أراد سيد أوزكان إذا أراد أن يستقطب أصوات الأكراد قد يبعد أصوات القوميين. هنا المشكلة، هل يستطيع كمال كليشدار أوغلو تحقيق هذه المعادلة أن يحصل على أصوات القوميين من جهة وأصوات الأكراد من جهة أخرى؟ المشكلة أن القاعدة الشعبية للمعارضة كافة، يعني لا أستثني أحدا، أي مرشح سوى أردوغان سوف يصوتون لهذا المرشح. هناك مثل في اللغة التركية حاليا يعني بدأ يستخدمونها ما بعد يعني خلال السنوات الماضية، حتى لو كان الكرسي مرشح أنا سوف أصوت لهذا الكرسي. يعني الناس يريدون أن يتخلصوا من أردوغان بسبب الكوارث الطبيعية، يعني بسبب الأزمة الاقتصادية، بسبب سوء الإدارة، بسبب الانتهاكات في حقوق الإنسان، بسبب عدم اعتراف بشرعية قرارات القانونية. لذلك الناس مللوا، هناك سئموا وهناك ملل كبير جدا في أوساط المعارضة. هم يريدون يعني الشعب 60% من الشعب التركي يريد أن يتخلص من أردوغان. لذلك أي مرشح حتى لو يكون من الأكراد، حتى لو كان من العلويين، حتى لو كان من شرائح من الأقليات، حتى لو كان هناك مرشح مسيحي سوف يصوت لهذا المرشح. هذا شيء واضح وبين في الاستطلاعات الرأي العام التركي. وننتظر الانتخابات المقرر أن تجرى مبدئيا حتى الآن على الأقل بعد شهرين. شكرا جزيلا سيد إسلام أوزكان الكاتب الصحفي التركي.